لطالما كان تنقل البشر من مكان إلى آخر مادة محفزة لخيال السينمائيين، لكن ما كان حكراً على أفلام الخيال العلمي بالأمس أصبح اليوم في متناول يد الإنسان، فقريباً جداً بات يمكن السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت. إنها تقنية الهايبرلوب التي أجريت التجارب عليها في الولايات المتحدة مطلع العام الحالي. الإمارات العربية أول دولة عربية تعتمد هذه التقنية، إذ وقعت دبي اتفاقية تسمح لشركة هايبرلوب ون الأمريكية بإنشاء خط نقل يقطع المسافة من هذه المدينة إلى أبوظبي التي تستغرق عادة ساعتين بالسيارة باثنتي عشرة دقيقة فقط. ومن المرجح أن يبنى نظام هايبرلوب في الإمارات في السنوات الخمس المقبلة وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة. والهايبرلوب هو نظام يعتمد على دمج أنابيب خالية من الهواء تربط بين محطتين، ويكون في داخلها كبسولات تحمل ركاباً وتندفع بسرعة عالية تصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة، بحيث تقطع المسافة بين مدينة نيويورك الأمريكية مثلاً وبكين الصينية في غضون ساعتين فقط، وتستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكباً، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد.